انا الا قلت لك شريف اها زرت زاويتي الزوين، كان خالي تما في زاويه الشرادي، كنت كنمشي لتما وزرت الطلبه اللي كيقراو القران تما، زاويه كيتسوقوا ديما الحد، كيتسوقوا الحد وديما كنجي لتما كنزور الطلبه. هادشي في ايامات باقي ديك الساعه كنقرا عرفتي الطلبه كيدايرين تما. كان الحسن الثاني الله يرحمه مسكين وجد عليه الرحمات، كان كيجي حتى هو جات ما زور دوك الطلبه تما، اللي زار تما ديك بلاصه بحال الا زار 60 حزب. اي 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 تما فين كيقراو القران وتما فين كي يعني الطلبه كان عندهم واحد النيه. زار 60 حزب هادي شرح ليا الناس راه كيقراو 60 حزب ماشي كيزور، زاروا زاروها زرناها لان كيقراو تما. كنقعد في وسط الطلبه تقريبا وكيبقاو تما كيقراو وانا قاعد في وسط منهم وكيدعيو معايا، عندي دعوه ديال الخير، دعوه الخير من عند الشرفه. اذا انت دابا شريف الطيبي تما قريب ولاد بن سبع؟ لا واش انت دابا شريف عارف راسك انك شريف؟ الحمد لله. واش ما كتصليش؟ باش عرفتينا اخويا ما كنصليش، بغيت انا منين بغي نصلي ونبغي نتوضا نبدا نعيط لك اجيو تفرجوا اجيو اجيو راني غنتوضا. راه اللي قال لك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، داك الشيء في القلب الله عالم عليا وعالم اشنو كاين. ما باش الانسان يتم جاي ويتباهى وملي يكون غادي يصلي خصو كاع الناس يقريو الخبر، راه ما بقات صلاه هذيك حتى بينك وبين اللي خلقك. دابا انت كتصلي غير في خاطرك؟ ماشي كنصلي في خاطري. يجوز داك الشيء بيني وبين اللي خلقني، الا عملتي حاجه صالحه لنفسي. ايوا سيدي الله يسخر لك. ومتى غتمشي للسيد الزوين عاوتاني؟ ان شاء الله غير يدوز العيد الكبير ونمشي نزورو ان شاء الله بحول الله مع قوته. غادي معك شوف خيل هو قد الهضره الله يرضى عليك. لا واش غادي معك شوف خاد؟ غادي معك شي كسيف؟ الله يرضى عليك. واش غادي معك ملي غتمشي تزور؟ الله يرضى عليك. تما كاين الخير والبركه تما كاع الناس. جات تاكل اليوم تما الصريط والمريض حتى حاجه ما تشيط. سيدي ما دي معك والو، عاود هضر مزيان. اه عاود هضر نقي. هضر نقي واخا سيدي، هضر نقي لان الا كنتي كتهضر خايبه راه غتجيبها للدعوات الخايبه ليك. كنعلمك اسي شفيق، كنتي كتهضر نقي واسي شفيق. نعم الله يرضى عليك. نعم حاول تهضر زوين باش تدي دعوه الخير لوالديك، راه عندك الوالد كان انسان طيب، انسان الله يعمر ليه الدار، انسان ظريف مسكين ما يحافيش الناس وكان حنين. واش فهمتيني مزيان؟ السلام. بس خويا بخير.